أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة ودرجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. تفاصيل أكثر في النشرة الجوية بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم استمر تأثر أجزاء محدودة ونطاقات ضيقة من المنطقة الشمالية بأحوال جوية غير مستقرة، وانتشرت كميات من الغيوم التي عملت على هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن يستقر الطقس في عموم مناطق المملكة مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى اليومين القادمين. تستمر المنطقة الشمالية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرية، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر فيها كل منطقة الجوف وأيضا الحدود الشمالية، تعمل هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة. باقي مناطق المملكة يتوقع أن تكون الأجواء صافية ومستقرة بشكل عام. يوم الأربعاء تستقر الأجواء بشكل إضافي في المنطقة الشمالية مع بقاء الفرصة واردة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة فوق أجزاء محدودة من الحدود الشمالية، في حين يستمر الطقس صافي ومشمس ومستقر في باقي المناطق. يوم الخميس بإذن الله يستقر الطقس في عموم مناطق المملكة ويصل الطقس صافي بشكل عام مع درجة حرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء أو قبل ذلك التوقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 34 إلى 19 درجة مئوية، يوم الخميس 34 إلى 19 أيضا، وتنخفض يوم الجمعة تسجل 32 إلى 17 درجة مئوية. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الأربعاء نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 29 إلى 15، سكاكا 31 إلى 17، وعرعر 30 إلى 15 درجة مئوية مع أجواء مستقرة وصافية بشكل عام. المنطقة الغربية المدينة المنورة 35 إلى 23، جدة 36 إلى 26، مكة المكرمة 38 إلى 24، والطائف 28 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة أجواء صافية مع 23 إلى 15، أبها 25 إلى 12، جازان 34 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 34 إلى 23، الإحساء 35 إلى 20، وحفر الباطن أجواء صافية مع 36 إلى 20 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى نبدأ من العاصمة الرياض أجواء صافية مع 34 إلى 19، بريدة 35 إلى 18، وحائل 35 إلى 15 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.